بعد قرار المحكمة الاتحادية إجراءات التوطين بدأت، يعني تم إرسال أكثر من 60% من قوائم إجمالي موظفي الأقليم، ولكن العملية لم تنتهي بعد. من الناحية الفنية واللوجستية أيضا يجب زيادة القدرة الاستيعابية لمصارف الأقليم وفتح فروع لمصرفي رافدين والرشيد أيضا في أقليم كردستان. لا تزال هذه الأمور، أيضا هناك الاختلافات الموجودة بين الأحزاب السياسية الكردية أصبحت واضحة، يعني هناك تباين في وجهات النظر فيما يخص موضوع التوطين، لذلك الإجراء ستطول. بصراحة الواقع صعب جدا فيما يخص يعني موظفي أقليم كردستان. هذه الأزمة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. نحن نتمنى أن يكون هناك حل سريع ومحاولة إنهاء لهذه الأزمة. المواطن وموظفي أقليم كردستان أصبح ضحية لهذه الصراعات، لذلك نحن نتمنى أن يكون محاولة سريعة لإنهاء هذه الأزمة. وبصراحة الآن الموضوع يتعلق بمصالح شعب الأقليم، يعني معاناة كبيرة، لذلك كل حزب سياسي الآن ينحاز إلى مصلحة الشعب، لأن لا شيء لا شرعية تعلو على شرعية الشعب ومصالح الشعب. والشعب في أقليم كردستان الآن يعاني معاناة كبيرة، نحن نتمنى إنهائها بأسرع وقت ممكن.